السلام عليكم. توقت مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والقنوات الناقلة لهذه المباراة تحتل الجزائر المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 12 نقطة، وتحت غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويستضيف ملعب مالابو لقاء الجزائر وغينيا الاستوائية في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 2 زوالا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس HD2 بتعليق حفيظ دراجي.